تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية اختتمت أمس السبت المسابقة الرابعة للحداق ضمن الأسبوع الرابع على كأس سمو الشيخ عبد الله بن خالد بن حمد الخليفة ضمن منافسات موسم ناصر بن حمد للموروث البحري التي تستمر حتى السبت القادم الموافق للسابع والعشرين من أكتوبر الجاري. وبهذه المناسبة أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد بالمستويات القوية التي قدمها المشاركون في المسابقات وأن تلك المستويات عكست حرص واهتمام المشاركين على المشاركة الحقيقية وخوض التحدي والمنافسة في المسابقات على الشكل الذي يساهم في ظهورها بشكل مميز، مهنئا سموه جميع الفائزين بالمسابقات ومتمنيا سموه حظا أوفر لبقية المشاركين فيما تبقى من منافسات الموسم. وتوج وزير شؤون الشباب والرياضة سعادة السيد هشام بن محمد الجودر الفائزين بالمراكز الأولى بمسابقة الهير والحداق والشاحوف ضمن منافسات الأسبوع الثالث على كأس سمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد، حيث أسفرت نتائج مسابقة الشاحوف ضمن منافسات الأسبوع الثالث على كأس سمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد بفوز فريق الحالة بالمركز الأول، فيما حل مدينة عيسى في المركز الثاني بينما حل فريق الزلاق في المركز الثالث. وأسفرت نتائج المسابقة الرابعة للحداق ضمن منافسات الأسبوع الرابع على كأس سمو الشيخ عبد الله بن خالد بن حمد عن فوز 12 مشارك بالمراكز الأولى عن فئات الهامور والكنعد والشعري والجد. وتستمر منافسات موسم ناصر بن حمد للموروث البحري حيث ستقام يوم الجمعة 19 من أكتوبر المسابقة الرابعة والمسابقة الخامسة للحداق ضمن منافسات الأسبوع الخامس على كأس سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة، فيما سيشهد السبت 20 من أكتوبر إقامة منافسات المسابقة الرابعة والأخيرة للهير ضمن الأسبوع الرابع على كأس سمو الشيخ عبد الله بن خالد بن حمد.